نعم. أثابك الله يا شيخ، بالنسبة لليهود النصارى الموجودين الآن، إيش؟ اليهود والنصارى الموجودين الآن، إيش؟ اللي موجودين الآن يعني، هل يعتبرون أهل الكتاب أو أنهم انقرضوا أهل الكتاب ولا إلا قليل منهم؟ هم الآن يدينون بدين النصارى، واليهود يدينون بدين اليهود ويتعصبون له. نعم. طيب هل كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعها في عهد الرسول؟ أجب. أجب. كانوا. هل كانوا يقولون النصارى إن الله ثالث ثلاثة؟ هل كفرهم الله بهذا؟ طيب. هل السورة اللي فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هي التي فيها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ هل كان هذا خافيا على الله؟ عجيب. الحمد لله فهمت الجواب الآن.